النهارده هنعمل مع بعض كيك الزبادي الهش جدا، مكوناته كلها عندنا في البيت والنتيجه تحفه جدا. بصوا انا كنت اساسا مصوره قبل المقطع ده بس طلع مش بيصور، فهقول لكم المكونات. انا هنا ضربت 3 بيضات معاهم كوبايه سكر وفانيليا ومعلقه صغيره من الخل. الخل بيخلي الكيك لونه فاتح كده وشكله حلو، غير طبعا ان هو لو مثلا في زفاره بيض او كده بيأذي عليها خالص. تمام. والسكر لو انت بتحبي الحلويات مسكره زودي عن كوبايه، ممكن تخليها كوبايه ونص. ضربت البيض كويس جدا لحد ما لونه بقى فاتح كده، وبعدها هحط كوبايتين الزبادي معاهم 3/4 كوبايه زيت ومكعب زبده، انا مستخدمه فرن. تمام. ومعانا كمان 3 كوبايات من الدقيق منخولين كويس جدا، وكيس فانيليا، لا معلش كيس بيكنج باودر او كيك شيف، ورشة الملح، متنسوش رشة الملح مهمة جدا. تمام. اول ما بدأت اعمل في الكيك شغلت الفرن على 180 درجة علشان الكيك طبعا انتوا عارفين بيدخل على فرن سخن. يلا نحط الزيت والزبادي ونضرب نكمل ضرب. الكيك دي بتعتمد على ان انتوا تضربوا كويس جدا، سواء بقى في الخلاط في العجان بالمضرب اليدوي، كل ما بتضربي كتير العجينة كل لما النتيجة بتبقى احلى. بصوا ده شكل الخليط بعد ما ضربناه لمدة 5 دقايق، بصوا لونه فاتح ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه. نبتدي بقى نحطه على الدقيق ونقلبه كويس. احنا خلاص يعني ضربناه بما فيه الكفاية، عادي هنقلبه لمجرد بس الدقيق يختلط بالخليط كويس وخلاص، مش هنقعد نقلب فيه تاني. تمام. ومعانا بقى الصينية بتاعتنا عاملينها مسحينها بنقطة زيت، مش بالفرشة، بنقطة زيت كده ومسحي كده بمنديل وعاملينها بالدقيق. تمام. يلا بقى نحط الخليط بتاعنا. بصوا لونه هو ده اللون اللي احنا عايزينه، يبقى فاتح جدا. نبتدي بقى نضربه بالمضرب بتاعنا. بصوا بعد ما قلبته لقيت الخليط تقيل فزودت نص كوباية من اللبن، فالخطوة دي تخليها في الاخر خالص على حسب نوع الدقيق بتاعك، لان انت ممكن تحتاجي نص كوباية اللبن دي وممكن ما تحتاجيهاش وتكتفي بكوبايتين الزبادي اللي انت حطيتيه. هقلبه بقى كويس جدا وحطه في الصينية. بصوا انا خلاص كده قلبته كويس، هو ده السمك اللي انا عايزاه، ما يبقاش بيقطع معاكي، بيبقى نازل كده. بقى نحطه في الفرن، هسيبه نص ساعة كده واشوفه استوى ولا لا. طبعا بتختلف من فرن للتاني، بس هي مش هتزيد عن 40 دقيقة، بس من بعد نص ساعة تتابعيها. الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن خد نص ساعة، وسبته ربع ساعة قبل ما اطلعه، يعني لما طفيت النار ما طلعتوش على طول عشان ما يهبطش. شايفين؟ هقطعها بقى واوريها لكم من جوه قد ايه بتبقى طريه جدا ولونها فاتح وهش قوي. بس شكلها لما طلعت لما قطعتها، بصوا هشه ازاي. بجد حلوه قوي، لازم تجربوها بالزبادي، بتبقى مختلفه تماما عن اللبن. يارب بقى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.